المهزله التي نراها يعني الان. لو تكلمنا على الرياضي، الرياضي هو عنده خلق، لكن انا راني نشوف هذه المهزله هذه اللي ردوها لنا من الرياضه الى السياسه كولسه كبيره. ان محرز كما يقولوا محرز القاب اللي كانوا عنده، لو تكلمنا رياضيا دوك محرز ماكش ما يعرفوش يعني الموسي، هو رياضي معروف موتيسيبيا والله واش راني نشوف فيه دوكا حق ربي غير مهزله كبيره. شت لي ماريونات راهم يديروا هكذا على بالك، دوك انت تشوف محرز باش ما يطلعوش وما يخلوا ما يديروش القائمه اللي فيها جزائري. انا نقول لكم حاجه يا جماعه، محرز والله غير العظيم يعني كرويا هو معروف، ثانيا انسانيا هو معروف، هو لو سول اللي طلع الاعلام تاع نقولوها بكل صراحه. وانا نقول للقجع حان الوقت باش كيما يقولوا تخرج علنا على راك تلعب تحت الطاوله. الجزائري ما يستاهلش كاع باش يكون عنده جائزه ولا تشرفوا، تهضروا غير على المغاربه نقولوها بكل صراحه. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.